هذا وقد غادر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أرض الوطن متوجها إلى العاصمة تونس للمشاركة في أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي يجمع قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني وتحية العلم، استعرض سيد الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. هذا وكان في توديع سيد الرئيس بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.